بالفعل يا استاذ عمرو، يعني بالتو يعني انتهى السيد المستشار محمد عبد الرحمن من فرز الصندوق الاقتراع بهنا بلجنه رقم 2 بمدرسه اسماعيل اباني، يعني ونجري لقاء حالا مع السيد المستشار نعرف منه المؤشرات الاوليه. يا فندم اهلا بك مبدئيا على شبكه تلفزيون النهار، وعايز اعرف من حضرتك المؤشرات الاوليه للنتائج. اهلا بحضرتك، اهلا بكم في اسيوط. والمؤشرات تشير إلى تفوق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتيجة كبيرة. اللجنة المدعوين أمامها 6309 ناخب، صوتوا في اللجنة 2776. السيد الرئيس حصل على 2470، والمرشح الثاني حصل على 47 صوت، 249 صوت باطل. تمام، شكرا لك سيادة المستشار. يعني كما ذكر لنا سيادة المستشار محمد عبد الرحمن أستاذ عمرو أن عدد الناخبين الذين أتوا إلى صندوق الاقتراع هنا 2470، هو المقيدون بالكشوف الانتخابية 6309 أتوا إلى صندوق الاقتراع 2776، وعدد الأصوات الباطلة 259، وإجمالي الأصوات الصحيحة 2517، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 2470، والمرشح موسى مصطفى موسى على 47 صوت. يعني هذا كان يعني المؤشرات والنتائج الأولية هنا بلجنة رقم 2 بمدرسة إسماعيل الأباني بمحافظة أسيوط. وعودة عليك أستاذ عمرو. شكرا جزيلا محمود التمامي من أسيوط. ده صندوق واحد يا جماعة.